يا انسان يا انسان وين يا انسان يا انسان انسان يا درويش بقيت رجال اصلح. الحمد لله بالسلامة يا مساعد. الله يسلمك يا شيخ العرب. عيالك زعق لهم نبي. ليه؟ ايه اللي حصل؟ ولا ستر ربنا ما كانوش رجعوا. كيف؟ مين اتعرض لهم؟ كتير، كتير يا شيخ العرب. وسبتهم كيف يا سبعة؟ نجاة الولد كانت أهم حاجة عندي. نجاة الولد؟ فهمني زين، ايه اللي حصل؟ بعد ما طلعنا من جنة. فين الشيخ سلام؟ الشيخ سلام فين؟ لما الدنيا اتدربكت طرت على الولد خدتهم في باطي وسط العفر والضرب ما لقيناهوش يا شيخ العرب. ما رجعتوش بالشيخ سلام؟ عيني كانت على الولد. سبت الشيخ سلام؟ رد علي، رد لاجيب خبرك. دورنا عليه ما لقيناهوش يا شيخ العرب. وي اخوي يطلع مع عيالي وترجع من غيره؟ غور من وشي غور. نبقوا رجالة، أبوي قال كده. ماشي يا رجال، اتسبحوا وحديكم خلاص، يلا يلا. تعال تاخد رجالة تسد عين الشمس، تضلم النهار في عز الظهر، تخلي ليل من كثرتهم، ومن هنا لحد جنة مطرح مراح الشيخ سلام لو فضل بيت ولا سبادة ولا خصبوص من غير ما تدور على الشيخ سلام فيه يبقى آخر نهار في عمرك. حاضر. استنى من غير أزل أي حد تفتش كل شبر وكل حتة حتى حواش البهايم، فاهم؟ فاهم. وأي مجرم ولا قاطع طريق ولا حرامي تجيبولي حد هنا أقرر أنا. قول ابوي وتاني معك انت، وكنت وصل الهجم على عيالك من غير ما اعرف ولا واحد فيهم وما قتلتهمش وانفضل في عمري يوم واحد، هاخد طار ابوي منك. جدع انت كده جدع. صنعتك ايه؟ صنعت ابوي وجدودي. يعني قطع الطريق والنهب والسلب. ايوه
تتوب ولا تموت؟ اخد طر ابوي واتوب. تاخد طر ابوك من مين يا ابن المرجوم انت؟ منك زي ما قتلت ابوي. ابوك هو اللي جه عايز يقتلني، انا ما رحتلوش. نور غدر وخد جزاء. لكن اجره فرضت على يدك انت. تتوب ولا تموت؟ ما تبص وافضل شوكه في ظهرك ليوم الدين. مساعد أما الطريق لغايه برا فرشوط، اتحرك موته. سكت سيبه يرجع للناس. يلا النبي يا رب، حياة حبيبك النبي تخلي الشيخ سلام يرجع. والنبي يا رب، ده هو ابوي وامي واخوي وصاحبي. يا رب ما حدش كان حنين عليا غيره. حلفتك بحبيبك النبي يا رب، ده حبيبي. ترضى يا رب، ترضى يا رب كل حبايبي يبقوا بعيد عني. والنبي يا رب، والنبي يا رب. مش انت هاد احمد الهواري ولد عمك اللي طردته برا البلد؟ ايوه صح، اختار عندي احمد. ايوه لي، وقادر ربنا ينوني غرضي. غرضك ازاي يا احمد؟ رد! انت اللي بديت. وديت اخوي فين يا احمد؟ ما وديتوش ولا شفته. بص في عيني زين، زمان طردتك برا البلد عشان زعلت الشيخ سلام. الدور دي عمرك كله ما هجازيز معاه. اسمع، انا لو علي وعلى النار اللي جواي اموت سلام وعيالك كلهم. لكن انا زي الناس، سمعت اللي حصل لكن انا ماليش يد فيه. لو كان لي يد ما كنتش اخاف، كنت هقول. صادق يا احمد، قلك اللي جواك وسامع فحيحه نجاك مني. امي عيانه وقربت تموت وعاوزها تدفن هنا. انا قلت لك تطلع انت وامك، انا طلعتك انت بس. هي هتسيب ولادها كيف؟ ما بقدرش اغيب عنها دقيقة. ارجع واقعد مع امك، ليك الامان. وايه اللي رضاك عني؟ مفيش رضا، لكن ما دمت زين مع امك يبقى ترجع. يلا.